الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. شلونك استاذ وليد؟ حضرتك سني ولا شيعي؟ لا شيعي. طب اتفضل. السؤال المطروح لو سمحت، هل علي بن ابي طالب عندما بايع بامر من الله ام لا؟ لا، علي بن ابي طالب بايع مكرها. بايع مين؟ بايع مكرها، مكرها بامر ايوه، رسول الله. يعني بايع مكرها بامر من الله، صح؟ نعم، لان هو نفسه طيب قال جميل، خلاص انت هو قلت العهد نعم. اللي ايوه رسول الله. معلش معلش. طب هل كان يعلم انه سيبايع قال يا ام ابن لا؟ ابي طالب لك ولاء امتي. كان يعلم انه نعم، سيبايع ام لا؟ بايع مكرها، بايع ايوه ماشي، رسول ما الله. خلاص خلصنا من البيع. السؤال الاول سالناه خلاص، هل اي كان بايع. يعلم انه سيبايع ام لا؟ نعم، اذا هو رسول الله اعطاه هذا جميل قوي. الكفية كان طيب يعلم. خير، طيب خير الحمد لله. طيب لما هو عارف منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبيع، لماذا لم يبيع ابتداء ويقي فاطمة الضرب؟ مريد يكشفهم، يريد يكشفهم. انا لدي اليوم 30 مصدر يعني دلوقتي من هو كتبكم. يريد كشفهم، صح؟ ايوه فعلا، جميل كشفهم. قوي. يعني انا هقول لك، يعني ما فيش طريقة تانية ان هو يكشفهم بيها الا ان هو يقدم مراته تتضرب. مو انا، الطبري يقول عمر ضرب بطن فاطمه رفسها يعني وسط انا جنينها. بسألك الطبري دلوقتي، ما فيش طريقة تانية يفضح بيها الناس ديت الا انه يقدم مراته تتضرب؟ مو انا، انتم يعني انا تقولون عايز اقول لك ان حاجة، ابو حضرتك بكر ينفع قال تجيب اني لمراتك؟ لم اكشف عن بيت فاطمه، معلش تمنيت معلش ان لم اكشف عن بيت فاطمه. معلش معلش، هل ينفع ممكن تجيب انت بس لمراتك، تكتبون. اسمعني بس اسمعني، هل ينفع تجيب لمراتك اديها 60 في 70 ضربة واخد لي بالك، وارفصها واعمل فيها اللي انا عايزه عشان بعد كده تطلع تفضح وليد اسماعيل وتقول وليد اسماعيل ليس داعية؟ من اللي ضربها؟ أولا هو كبس واحدة واحدة الباب بس، وهي يعني خلف تنفع الباب. تديني مراتك اضربها عشان تفضحني انا وليد اسماعيل؟ ايه رأيك تبعتها لي مصر؟ من ضربه زوجة عثمان؟ واحدة واحدة بس، لا ادينا ان عثمان كان ساعتها فايق ورايق وعايش، ومراته اتضربت وهو فايق ورايق وعايش ويستطيع الدفاع عنها زي علي. ولكن انا بس معلش، يعني انا لما انا بكلمك عن علي، واحدة واحدة، ليه جبت لي عثمان؟ ليه غيرت القاعدة الحميرية؟ ليه ذهبت الى كتب اهل معلش، السنة يلا والجماعة؟ نرجع، المهم خليني يلا بس واحدة نرجع. واحدة، ممكن تبعت لحضرتك مراتك، ولا يهمك. معلش ممكن تبعت لمراتك لمصر اضربها لك عشان تطلع هي تقول الداعية ضربني؟ ينفع؟ لا والله، ليه عثمان ما اللي ينفعش؟ ضربه ليه؟ عجزت مرتزقة. هو مش ده ليش اسلوب بقى حياة؟ وزاد هو الجواز؟ دلوقتي دي مش المفروض سنة علي بن ابي ايوه، طالب لا يعني للفتح؟ انت جاي تسوي فاطمه بعائشه، فاطمه بنت معلش محمد معلش، لا انا تساويها ما بعائشه؟ سويت حد، انت انا يا ما سيد اتكلمت عن جالس عائشة، انا اسماعيل، بكلمك انت دلوقتي عن تهويني. مراتك دلوقتي ماشي، اصبحت نايل سنة، العلاقه يعني اللي عايز الخمسيه يفضح حد، معلش، الحوينيه. السنة الشيعية الان اللي عايز يفضح حد يبعت له مراته يضربها، صح؟ حبيبي، ليش يا ابو حبيبي بكر يقول وددت اني لم اكشف بيت فاطمه؟ يا عم، الرواية ضعيفة ولسه متكلم عافيها، روح يلا. ضعيفه. ايوه، وبعدين لا احنا انت تسرق. مالك برواية اهل السنة لا والجماعة؟ والله، 30 30 مصدر عندي. لا انتوا ليه بتستعملوا القاعدة الحميرية؟ ليه بتستعملوا القاعدة الحميرية في قنواتكم، ولما نيجي احنا نستعمل القاعدة الحميرية تتأذوا وتتأففوا؟ ايه اللي وداك عند كتب اهل السنة والجماعة دلوقتي؟ ايه اللي وداك عندها؟ يعني انا كان المفروض دلوقتي اقفل عليك زي القاعده الحميريه ما بتقول، طالما السؤال شيعي والروايه شيعيه يبقى ما تخرج من كتب الشيعه. ايه ودك عند كتب اهل السنه والجماعه؟ لو سمحت جاوبني على السؤال بتاعي دلوقتي. انتوا اصبح عندكم سنه اللي عايز يفضح حد يبعت له مراته، ممكن تجيب لي مراتك لو سمحت؟ ممكن؟ يلا رجعت فضة فاطمة ورا الباب ووجه كبس الباب. معلش معلش دلوقتي، ماشي، هو مش علي بن ابي طالب عندكم يعلم انها هتتضرب ولا ما يعرفش؟ اخي، هو انتم شنو يعني يا جايين اخي تسوون انا علي بن ابي دلوقتي طالب سؤال واحد، وتقولون علي يعلم علي بن انها ابي طالب ستضرب ام لا؟ يعني رسول الله كسرت رباعيته. السؤال انا بس سؤال، انا خفضت عليك السؤال وجاوبني لو سمحت عشان ما نطول كتير في الكلام. الان
علي بن أبي طالب يعلم أنها كانت ستضرب أم لا؟ بس كده، تفضل. نعم يعلم، لأن أنا أقول لك شلون ممكن تطيني يعني مجال. يعلم أنها، اسمعني بس، يعلم أنها كانت نعم. ستضرب وتركها لا للضرب. مجال. اسمعني بس، عن يعلم علي أن، عليه يا السلام أخي اسمعني، الله عندما يبارك في عمرك، رسول والله الله أديك مجال. بقي خلنا أكمل جاية مو طب أنت تريد كمل، تخش يلا تحاول. كمل، اتفضل. عن علي عليه السلام بينما رسول الله أخذ بيدي ونحن نمشي في بعض سكك المدينة، فلما خلى لي طريق احتنقني ثم أجهش باكيا، قلت يا رسول الله ما يبكيك؟ قال ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي. ماشي. قال قلت يا رسول الله في سلامة من ديني؟ قال في سلامة من دينك. طبعا مجمع الزوائد جزء التاسع 118 عن أبي يعلى والبزاز بسند صحاح. ايوه، مال ده؟ ده الذهبي معلش يعني، مال ده ومال وابن الضرب حبان. يعني، مال معلش يعني، مال ده ومال الضرب، فين السلامه نعم. في الدين لما وعن صايب مراته الطبري أتى تتضرب؟ عمر بن الخطاب اسمعني بس، منزل علي اسمعني وفيه اسمعني، طلحة اهو والزبير. مش عارف، مش عارف. يلا 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 يا كابتن، يلا. مش هيسمع، ولازم يعني. بص، لما احنا جينا نكلم حمير من روايه شيعيه قال لك لا، ازاي تكلمه الروايه شيعيه ومش كلام سني، يبقى الروايه تبقى تكون سنيه ايضا. دلوقتي هم اللي بيخالفوا اسلوب الحمير، مش عايزين يقولوا عيلوا غلط ويعترفوا. مال الروايه اللي حضرتك قلتها ومال الضرب دلوقتي؟ وبعدين هو علي بن ابي طالب يقول في سلامه من ديني، قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم. طيب دلوقتي معلش يعني، يا السلامه ان هو يولي واحد مرتد، يبقى فين السلامه في الدين؟ طب ولا الاولاني وخلاص، يولي الثاني برضه المرتد الثاني والمرتد الثالث، طب ازاي؟ ولكن ماشي، خلينا نرجع لقصه الضرب تاني. دلوقتي علي بن ابي طالب يعلم ان الزوجه عنده ستضرب، يا حرام، فلماذا تركها تضرب وهو يعلم انه سيبايع؟ فلماذا لم يبايع ابتداء ويقي فاطمه الضرب؟ ده سؤالي والله. اتفضل. أخي كان هجوم كاسح على البيت حتى كبسوا الباب. ماشي. روح يلا بالهجوم الكاسح، روح يلا. روح يا كابتن، الوقت اتأخر، يا دوبك تشرب اللبن وتغسل رجليك وتنام، وما تنساش ماما تغطيك باللحاف عشان البرد. دي ناس بتفهم السؤال يا اخوانا وبتجاوب عليه؟ يعني دي ناس فهمت السؤال وبتجاوب عليه؟ بجد دي ناس فهمت السؤال وبتجاوب عليه؟ ولما هو الهجوم كاسح، مش علي بن أبي طالب ده اللي قتل 40,000 من الجن؟ ومعروف إن قوة الجن أكبر من قوة الإنسان، مش قتل 40,000 من الجن؟ ولا هنا ما استعملش القدرات؟ ولا يمكن عايز يخلص من فاطمة؟ تصدق تقريبا هو كان عايز يخلص من فاطمة. أصل لا يدخل عقل بشر أبدا إن أنا أبقى عارف إن مراتي هتتضرب وعارف التوقيت بالضبط وما أحميها، ما يدخلش عقل بشر، إلا لو أنا عايز أخلص منها، إلا لو أنا عايز أخلص منها. فتقريبا هو كان عايز يخلص منها عندكم عشان يتجوز بعدها تمانية. كانت حرماه يا عيني، كانت حرماه يا عيني، كانت حرماه، ما صدق إنها ماتت واتجوز تمانية. يا عيني، اتجوز 8 و3 سرائر كمان، يعني اتجوز 11 واحده. كانت حرماه بقى، نعمل ايه؟ نقول لك ايه يعني؟ واخد بالك؟ ما كانش قادر يتجوز في حياتها فقال لك اخلص منها عشان اتجوز بعد مماتها. ما هي ملهاش تفسير الا كده. والا لماذا لم يدافع عنها؟ منطقي. الله المستعان.